MTN شركة رائدة في مجال الاتصالات في اليمن. نفخر بجمهورنا العريض، فنركز على عوامل النجاح. نظمت MTN في صنعاء فعالية اليوم العائلي 7 لموظفيها وتكريم الجيل الثاني منهم. تظاهرة حاشدة لموظفي الشركة وعوائلهم من كافة فروعها في محافظات الجمهورية. احتفال شهد برنامجه عددا من الفقرات الترفيهية الشيقة، ابتداء من توزيع الهدايا الترحيبية لأطفال وعوائل الموظفين. كيكة الاحتفال بهذه المناسبة، مرورا بتقديم عدد من الفقرات الفنية منها الفقرة المسرحية وفقرات الفلكلور الشعبي، وأيضا عدد من الفقرات الغنائية الجميلة. وفيما تضمن برنامج الاحتفال مساحة مفتوحة للغداء، وأيضا مساحة مفتوحة للألعاب المختلفة التي استمتع بها الحضور طوال اليوم. بالإضافة إلى فقرة السحب على عدد من الجوائز لموظفي الشركة، فقد حرصت إدارة الشركة في هذه المناسبة على تكريم الجيل الثاني من موظفيها الذين أمضوا 5 سنوات في العمل معها حتى الآن. النتائج هي خير دليل على أداء الشركة، ونحن الحمد لله في المقدمة، وإن شاء الله سنبقى في المقدمة لسنين قادمة بإذن الله. هذا المجهود هو مجهودكم جميعا في سبيل تحقيق النتائج المتميزة لهذا العام، ونتمنى أن نسير جميعا في هذا الاتجاه في سبيل تحقيق المزيد والمزيد. وهكذا تحرص شركة MTN من خلال إقامتها مثل هذه الأنشطة إلى الأخذ بأحد مقومات نجاحها المتعلق بكوادرها، باعتبارهم أصحاب الكفاءة في التعامل مع جمهورها العريض وإمكاناتها المتطورة في عالم الاتصالات.